طبعا حتتي. طبعا الله يمسيه بالخير. محمود المصري العالمي، كابتن خالد بالله عليك سلام على الكابتن الشحات مبروك، وانا بحترمك عشان نفسك، واسال الكابتن الشحات مبروك، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا اهلاوي. وانت صغير؟ وانا صغير طلعت كده. طلعت كان والدك كابتن اهلاوي؟ لا مش والدي ولا حاجه، اخويا الكبير كان اهلاوي فبقيت اهلاوي. وكنت تحب الكوره زمان وانت صغير؟ لا ما ولا طول عمرك ما حبيتهاش؟ كانوا اصحابي يتفرجوا على الماتش، اهلي وزمالك. اول ما الماتش يشتغل انام. تتكلم جد والله؟ والله مش حب الكوره خالص، انام والماتش يقول له الماتش خلص اقول له اروح صاحي. النوم يجبس عليا انا مش قصتها يعني، انما النوم يجبس عليا. وهم بقى جايبين السوداني ولب ومش عارف ايه وكان الماتش يجي الجمعه زمان فاكر. انت مش فاكر؟ انت صغير. انت صغير؟ لا فاكر يا كابتن. انت اكبر مني ب 10 سنين. ايوه لا ما مش لا ايام الماتش الجمعه ده ايام. ايوه فاكره يا كابتن، 3 الا ربع ايام محترمه. ماتش الجمعه الساعه 3 الا ربع عارف المزيكا اللي ايوه محمود عثمان. يا سلام الماتش بعد قليل يا سلام الشاري للتامين. يا سلام. يا سلام يا كابتن. هي دي اللي عملت. انت كان يبقى كابتن محمود عثمان يجي والشارع للتأمين تروح نايم على طول على طول. طيب.